الدين، الانطلاق الانطلاق من بالمعسوس يسدد، ولكن اصطدمت بأحد المدافعين فقلت قوة هذه الكرة وصلت سهلة إلى يحتفظ بالكرة. العودة مباشرة من عيد المغرب والضغط العالي، هو طبعا مرار يسدد ولكنها بعيدة كل البعد عن إطار. نتذكر دوما طبعا أقول نتذكر دوما، يواصل زولياني، يمر زولياني، يراوغ والدفاع في الجزائر بعد دورة عام 1900 زاوي صلاح الدين طويلة ربوس بسبب شهادة البكالوريا وصعوبة إجراء تربصات والتزامات اللاعبين أيضا مع نواديهم، لكن الروح العالية والإصرار إسبانيا وإسبانيا والهدف، وخلف لصلاح المنتخب المغربي على بعد 35 متر من مرمى الحارس حمزة بوعلام. محمد يضغط على المدافع ولكن خروج الحارس مادوئي. حاضرين في اليوم الثاني الترتيب العام، طويلة الكرة مغربية ولكن الأول مرة من دون محاولات كثيرة مع في العمق، ولكن التغطية رائعة جدا من قبل بوزحزح ونيس من دون خطأ. المنتخب الجزائري يسترجع هذه الكرة بين المميزات. زوليان يحاول من هناك والحكم يقول في مخالفة. مرار فيش خطأ. ده صمد ناحية بن معزوز عالية في القائمة الثانية. التغطية الدفاعية موجودة العمق مباشرة لبن معزوز، ولكن في حراسة لصيق على بن معزوز من محور الدفاع. طوقي عالية عالية والدفاع يتدخل ولكنها تعود إلى من؟ إلى بوش الذي يسدد بوش، ولكنها كانت بعيدة تمر فوق العارضة الأفقية للحارس مانويل ياس. خسارة في المباراة الأولى. مهدي على المباشر، زولياني من هناك دوما يراوغ، يمر يعرقل ويستفيد من المخالفة. الحل الوحيد لإيقاف جيد التسديد بالرأس. عالية 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 التوزيع وحضور قوي من بوناصر عبد الصمد، إخراج الكرة بالرأس وبذكاء. الوقت يمر 28 دقيقة من عمر تنفذ الكرة الثابتة مغربية الرأسية، وكالعادة كالعادة حمزة بوعلام بثقة كبيرة وكبيرة جدا، يمنح الأمان والثقة والإطمئنان. طويلة الكرة مرت وتصل وخروج الرائع، خروج وعشور لاعب شباب بالوزداد في مرمى فرنسا عام. آدم طوكي يوزعها والدفاع يدخل. حنفوق يوزع الكرة ناحية عمر لعمر محمد رفيق. ضاعت طويلة الكرة سهلة بين أحضان الحل منتخب الجزائر البحث عن الثغرة عن الأبوة. معك يا طوقي، معك يا طوقي، ولكن تكون حظوظها كبيرة في التأهل، هي المفتاح بالدرجة بالناجح لمدة 15 يوم في مركز سيدي موسى. خليفة ياسين التسديدة سهلة. أول أخطر فرصة في المباراة. العارضة ميز لرياضينا في مختلف الرياضات. خرجت إلى ضربة مرمى قبل تدخل المدافع. بوزا وجيزة ثم دويلة ثم ملعب تيزي وزو. سئياته على أخ وعلى استغلال أخطاء المنافس. يستفيد الرائع والصغير والمراوغ البارع عمر محمد رفيق من كرة ثابتة. الكرة الثابتة الدفاع يتدخل. صلاح الدين يلا كرة طويلة. الخطأ الدفاع مع مادي بوش توغل استبا. ضربة جزاء لا 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 لا
كنت أعتقد بأنها ضربة جزاء. الحكم راوغني لما أشار بالألماس وجمع للجزائر تتنفذ حذاري صعبة، والهدف الأول صعبة، والهدف الأول من إمضاء أنهاري حمزة بكرة ثابتة الرأس. منطقة العملية طرد المراوغة والدوران، الخطر لازال قائم، وإلى ضربة مرمى يقول الحكم. عمل فردي من عمر محمد رفيق. تستمر لك لحسن حظ عودة دفاع المنتخب الجزائري. أنت يا حمزة بالا، هذه اللقطة وهذه الكرة التي ستعيد العناصر الوطنية وتدخلهم في المباراة. هذا ابن مدينة روسيكادا، مخالفة أيضا لصالح المنتخب الجزائري. لا، الأمور واضحة، أصبحنا نلعب بين عيد المين ومرار، والتغطية رائعة من دون خطأ، من دون خطأ، التغطية رائعة منك يا أبو ناصر يا عبد الصمد. حذاري، والثاني والثاني، هدف ثاني أيضا لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 63. ينفذها مباشرة ويدخل العالية عالية ويتمكن من الحارس ماغو. استرجعت من المنتخب